الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما في كل فترة احنا بنرسل حاجات عندها علاقة بالرؤية الشرعية من ضمن البرامج بتاعة التثقيف في مجال الرؤية الشرعية والعلاج، حتى الناس يكونوا على بصيرة من دين، يعني وعلى بصيرة من المعالجين والعلاج. كثير من المسائل اللي بيتسألوا بها الناس عشان يعرفوا المرض اللي عندهم أصلا شنو، وده سؤال دايما بيلح به اي مريض، انه انا عندي شنو. بصورة عامة نحن اول حاجة نتكلم عن مسألة العين، يعني اغلب الناس فاهمين فهم مغلوط، نحن هنصححه الليلة في اللقاء ده. العين سبحان الله هي من اقوى الاشياء التي تصيب الانسان وتمرض الانسان، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة ليس هذا المجال لتفصيلها، ولكن انها من المكان من القوة بمكان، بحيث انها تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، وبعض الآثار تفيد بأنها قد تزيل الجبل بإذن الله سبحانه وتعالى. المفهوم الخاطئ الذي عند الناس أن كل عين، أيزو يعني مدينه عين، معناها عنده شيطان أي مصاب بمس مع العين دي. فأول ما تقول له أنت عين، معناها خلاص بتخيل إنه هو ملموس ومحسوس ويخش في الوهم ويخش في الاستحضار وكده. لا، العين نوعين، في نوع من العيون بإذن الله سبحانه وتعالى تؤثر بنفسها بذاتها، يعني لها جرم يدخل في الإنسان، ولها يعني شيء يؤثر على الإنسان ويجعل الإنسان يتحرك ويسقط ويبكي ويضحك ويتأثر تأثر شديد جدا جدا من غير الجن في الجسم ومن غير اللبس للجسم. والعين الأخرى هي عين يعني ورد فيها حديث، وإن كان في صحته مقال، أن العين حق ويحضرها شيطان، وهذه يعني نادرة جدا جدا وليست دائمة. أما حتى الشيطان العين قد يكون داخل الجسد، وهذا التلبس، ويجب أن يعالج الإنسان على أساس أنه مصاب بالعين ومصاب بنفس الوقت بالمس. ولكن الذي ليس معه شيطان عين، ليس ممسوس بالجن، فهذا يجب أن يعالج علاج العين. وعلاج العين أصلا معروف هي الأدعية النبوية التي وردت في السنة النبوية، والإكثار من الدعاء وسورة الفلق. وهذا باختصار شديد حتى لا يقع كثير من الناس في الوهم. تجد بعض الناس يصاب بالعين وعندما يقرأ عليه يبكي أو يضحك أو بطنه تطم، يعني أو يريد الاستفراغ، أو يأتيه أكرمكم الله إسهال، فهذا يظن بعض الناس أنه مصاب بالمس أو الجن، ولكن العين تفعل أكثر من ذلك. وبإذن الله سبحانه وتعالى لنا لقاء معكم في مرة أخرى في نصيحة أخرى. أخوكم أحمد الرشيد عشنوق من مركز الشريف الحسني، جزاكم الله خيرا.